تحت شعار إسكات البنادق تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا، تنعقد القمة الإفريقية العادية 33 يومي 19 من فبراير الجاري بأديس أبابا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رؤساء 31 دولة وأربع رؤساء حكومات وسبع وزراء خارجية وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسوف يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في القمة يستعرض خلالها الإنجازات التي تحققت بالقارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد، والتي بدأت في فبراير من عام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 من مايو الماضي. ويبحث الزعماء ورؤساء الدول الإفريقية المشاركين بالقمة عددا من القضايا الهامة، من بينها مبادرة إسكات البنادق التي أطلقها الرئيس السيسي خلال القمة الإفريقية العادية بأديس أبابا في فبراير من عام 2019، والتي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية مع حلول عام 2020، من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جذور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراع. كما يناقش المشاركون بالقمة قضايا اللاجئين والعائدين والنازحين قسريا بإفريقيا ومكافحة الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة، وقضايا السلم والأمن الإفريقي والتنمية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعتبر الأكبر على مستوى العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، حيث يبلغ تعداد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي حوالي 3.4 تريليون دولار، أي 3% من الناتج الإجمالي العالمي. وسوف تسهم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي، وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية، وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وخلق سوق قاري موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال، بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركي موحد بالقارة السمراء. اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا الحوار. معنا باسمكم احيي ابتداء الدكتور علاء رزق، وهو رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه، معلقا على قمه الاتحاد الافريقي اللي هتعقد غدا في اديس ابابا، وتم او سبقها يومين من اجتماعات وزراء الخارجيه برئاسه مصر برئاسه وزير الخارجيه سامح شكري. اهلا بك. اهلا بك استاذ. العنوان اللي من المفترض انه يعني يفتتح به او تفتتح به جلسات الاتحاد الافريقي، اسكات البنادق، لماذا هذا العنوان ومن اختاره وما هي آلية تطبيقه؟ الحقيقة يمكن هو عنوان الحقيقة يبدو للمشاهد الوهلة الأولى أنه طبعا عنوان شديد شوية، أو معنى صح أن هناك صراعات كبيرة جدا في القارة الأفريقية. بالفعل فعلا في صراعات كبيرة جدا في القارة الأفريقية، يمكن على مدار تاريخ طويل وعقود طويلة. الحقيقة يمكن أفريقيا الحقيقة كانت عنوان لكثير من الصراعات، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، عشان تقدر تكون هي فعلا القارة التي تصدر المادة الخام للدول العالم المتقدم. فالحقيقة يمكن كان ده يمكن أحد أهم المعوقات التي حدت من إحداث التنمية الشاملة والمستدامة للقارة الإفريقية. عشان كده الحقيقة يمكن كان كل ما كانت هناك خطوات حكيمة من بعض القادة الأفارقة نحو النهوض بالقارة الأفريقية، نجد أن هناك مجموعة من التدخلات سواء كانت خارجية أو إقليمية لزيادة حدة التوترات والصراعات في بلدان القارة الأفريقية. فعشان كده الحقيقة يمكن أعتقد أن يعني هذه الرسالة وهذا العنوان لمؤتمر وقمة الاتحاد الافريقي اللي طبعا دي 33 في اديس ابابا، الحقيقه يمكن اعتقد ان هي جيده جدا، عشان كتير جدا من الدول الافريقيه الحقيقه يمكن تتجه نحو
اعلان الحل السلمي عشان نقدر ان احنا نحد من الصراعات والنزاعات الموجوده في القاره الافريقيه. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك بالارقام، يمكن قبل 15 سنه تحديدا الحقيقه كان هناك حوالي يمكن 12 الى 13 الحقيقه يمكن مجموعه مسلحه في القاره الافريقيه، الوقت يمكن تعدت حاجز ال 60 تحديدا 64. معنى كده ان هناك زياده يمكن البعض في نفس الاماكن؟ لا زادت طبعا في اماكن كتير. يمكن حتى في الاول كان هناك منظمه، او طبعا بنقول ان هي منظمه ارهابيه على مستوى العالم، منظمه القاعده الارهابيه، الوقت بداخل في داعش بروافدها والحقيقه يمكن الياتها سواء كانت مباشره او غير مباشره في القاره الافريقيه، وبقى في هناك نقاط الحقيقه يمكن تقصد بغير مباشره اللي هي يعني الجماعات المسلحه اللي بتنتمي لها فكريا، بتنتمي لها فكريا او بمسميات مختلفه ايديولوجيا. تمام. فده الحقيقه يمكن زاد حده التوترات والصراعات سواء كان طبعا في القرن الافريقي، طبعا بيمس مصر طبعا بدرجه اولى جدا سواء في الصومال او طبعا دخل كينيا، طبعا منظمه الشباب في الصومال الحقيقه فهي طبعا تبع للقاعده، فطبعا دي دخلت في كتير جدا من الدول المحيطه زي كينيا زي جنوب السودان زي بعض الدول الحقيقه اللي ادت الى عدم استقرار، بوكو حرام في نيجيريا، في طبعا في تشاد في مجرى الخاص بتشاد الحقيقه يمكن برضو اماكن ملتهبه جدا، في كثير جدا من المناطق منطقه الساحل والصحراء الحقيقه، وده يمكن الحقيقه مش مجرد جماعات ارهابيه بس، لكن كان هناك تدفق من السلاح كبير جدا في ظل توجه افريقيا نحو البحث عن مصادر تمويل للتنميه، لكن وجدنا ان هناك مصادر حقيقيه للسلاح بمليارات الدولارات الحقيقه يمكن بتتجه نحو القاره الافريقيه، ده الحقيقه يمكن ادى الى ان كتير جدا من الحكماء يبصوا لها نظره موضوعيه ان هذه الاموال التي تتجه نحو السلاح ونحو التدمير كان يجب انها تتجه نحو البناء والتنميه. طب اسمح لي انه جزء اخر من العنوان اللي احنا يعني انا اخذت منه او اقتضبت عنوانه الكبير هو اسكات البنادق لتهيئه الظروف المواتيه لتنميه القاره الافريقيه، هو يعني اعلان قد يكون شامل لما سبق وتحدثت به، ولكن الهدف هو هدف اقتصادي، خاصه انه رئيس جنوب افريقيا قبل الحديث او قبل توليه الرئاسه واستلامها من مصر تحدث انه جنوب افريقيا بتمتلك مجموعه من الخطط اللي هتساعد القاره الافريقيه على التنميه الافريقيه. انا سؤالي او الجزء اللي محتاجين نركز فيه مش تصريح رئيس جنوب افريقيا، ولكن فكره البرامج اللي بتوضع لتتولى الرئاسات سواء كانت مصر او من سياتي بعدها جنوب افريقيا، دي بتكون من الدول ولا دي بتكون ضمن برامج الاتحاد الافريقي وبتاتي الدول بتديرها طبقا لخططها وقدرتها على الاداره؟ تمام. لا سؤال جميل جدا وجيد احييك عليه. الحقيقه يمكن الاتحاد الافريقي الحقيقه يمكن بنجد ان هو وضع استراتيجيه ل 2063، وده استراتيجيه لمده 50 سنه تم وضعها على مدار 50 سنه. هذه الاستراتيجية بتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة دول القارة الأفريقية، وبالتالي هو تم وضع محاور الحقيقة مركزة جدا بتهدف إلى أولا تمكين المرأة، تمكين الشباب، تحقيق بنية تحتية وأساسية تقدر تكون جاذبة للاستثمارات خاصة في مجال الزراعة ومجال الطرق، تمام، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحيث ان احنا نستخدمها في مجالات عديده جدا زي التعليم زي الطب زي حتى في الزراعه وفي الصناعه. فدي الحقيقه يمكن اليات جميع الدول الافريقيه الحقيقه ملتزمه بيها طبقا لاستراتيجيه التنميه المستدامه للقاره الافريقيه 2063. الحقيقه احنا عارفين ان كل سنه بتتولى دوله من دول القاره الافريقيه رئاسه الاتحاد الافريقي، وده الحقيقه مش معناه ان هي افضل الدول، لكن معناه ان هي بتبحث عن حلول واداره ذكيه تمكن القاره الافريقيه في ظرف خاص بسنه ان هي تتجه نحو خطوات نقدر نقول خطوات جيده جدا. عشان كده الحقيقه يمكن مصر طبعا في هذه القمه قمه 33 هتضع مش خطتها، تضع ما قامت به من انجازات على مدار عام للراي العام الافريقي والقاره الافريقيه بالكامل، تقول انا بدات كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا عشان اوصل في النهايه نحو تحقيق الاهداف التي تصبو اليها دول القاره الافريقيه وهي تحقيق التنميه المستدامه. طيب اسمح لي نتكلم هنا على ما تقوم به مصر وعلى نموذج الاتحاد الافريقي بصوره عامه، هل فكره الاتحاد الافريقي لانه احنا تناولنا الاعلامي بيكون فيه ما بيكونش فيه هذه المساحه من التفاصيل المرتبطه بهذه القدره انه الاتحاد الافريقي بيضع خطه وعلى الدول ان تسعى لتطبيق هذه الخطه، والاهم من ذلك وهو سؤالي القادم، هل بترى انه دي بتاتي في اطار حكمه انه الاتحاد الافريقي خلق منافسه بين الدول اللي بتتولى رئاسه الاتحاد في خلال عام انها
تحاول أن تتنافس لتنجز أفضل إنجاز في تطبيق مفاهيم الاتحاد الإفريقي نحو خطتها الأكبر؟ بص، هو الاتحاد الإفريقي مش بيضع الدول في منافسة، لكن الحقيقة الاتحاد الإفريقي معني بتنمية كل دول الأعضاء داخل دول القارة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي الحقيقة يمكن بنبص إن هو الحقيقة يمكن وضع آليات حقيقية نحو أفريقيا الموحدة. وأفريقيا الموحدة هنا هنجد إن طبعا أول لما مصر، حتى قبل ما مصر تتولى الحقيقة، اتجهت نحو يعني جمع التكتلات الاقتصادية التمانية الكبار في القارة الإفريقية تحت تكتل واحد، وده أحد أهم أهداف الاتحاد الإفريقي، إن هو يسعى نحو أفريقيا الموحدة، مش أفريقيا الموحدة سياسيا ولكن أفريقيا الموحدة اقتصاديا. عشان كده الحقيقة يمكن هتجد كان هناك في الفترة الماضية وحتى في السنوات الماضية خلال الست سنوات الحقيقة في مصر الحقيقة كان دعوة كبيرة جدا نحو دمج التكتلات الاقتصادية سواء في الكوميسا أو دول الساحل والصحراء أو إكواس أو دول كتير أو تكتلات كتيرة جدا نحو تكتل واحد، وده بيتجه نحو هدف الاتحاد الإفريقي اللي هو إعلاء أفريقيا الموحدة. وأفريقيا الموحدة الحقيقة حتى في إطار إيه؟ أن يكون هناك بنك مركزي لدول القارة الإفريقية، بنك واحد، أن تكون هناك عملة واحدة، أن تكون هناك منطقة تجارة حرة واحدة بين دول القارة الإفريقية. معنى كده أن هناك اتجاه كبير جدا نحو إعلاء الملف الاقتصادي، والملف الاقتصادي مش مجرد ملف اقتصادي عادي، لكن هذا الملف معني بإحداث تنمية، وتنمية تقدر تقول ان هي تنمية تحقق تأثير جدا من طموحات سواء كان الشباب او المرأة الافريقية عشان تقدر ان هي تستكمل البناء. وده الحقيقة اللي دول او الاتحاد الافريقي بمعنى صح الحقيقة بيبرزه، واي دولة بتتجه نحو ان هي تتجه نحو التشرف طبعا برئاسة الاتحاد الافريقي بتتجه نحو اعلاء هذه المسميات وهذه المبادئ من خلال بقى طبعا إدارة ذكية. احنا ممكن عارفين ان مصر الحقيقة وده اللي شفناه يمكن خلال 2019 عند التوجه القيادة السياسية والسيد الرئيس الى اي دولة من دول العالم سواء متقدم او غير متقدم بيحمل ملف القارة الافريقية بالكامل. شفنا لما راح اليابان كان هناك اتجاه كبير جدا نحو تعميق العلاقات بين اليابان ودول القارة الافريقية بالكامل بما فيها مصر طبعا، وده علاقات ثنائية. توجهه نحو روسيا كان هناك ملف للقارة الافريقية، توجهه نحو دول العالم بالكامل امريكا. نضيف الاساس؟ ده اساس. لا انا اقصد انه دي في الاساس دي قمم كانت بتعقدها هذه الدول الكبيره مع افريقيا، بالشراكه بريطانيا، افريقيا روسيا، افريقيا الولايات المتحده، افريقيا اليابان، افريقيا بالتبعيه. استغلال علاقات مصر مع هذه الدول مكن ان يكون هناك نوع من التنسيق والانسيابيه بين هذه الدول ودول القاره الافريقيه بالكامل. طب وفكره يعني التعاونات الثنائيه دي، انه كل دوله او كل تكتل اقتصادي متمثل في دوله ما، فكره انه يعقد قمه مع افريقيا بهذه المسميات، الى اي مدى بترى ده صحيح؟ ده سؤالي، بس اسمح لي ان احنا يعني ننضم الينا اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والاركان. طبعا سيادة اللواء اهلا بك. اهلا بك يا فندم واضيف سيادتك ومشاهدينك الكرام. سيد الفاضل، الجزء المرتبط بعنوان القمة اللي هتعقد غدا على مدى يومين، اسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية القارة الافريقية، سؤال مباشر فيما يتعلق بالجانب الامني، كيف يمكن اسكات البنادق في هذه القارة؟ طبعا دي هذه المبادرة، مبادرة إسكات البنادق 20، ده مصر كانت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال العام، وأنا شايف أن عنوان وشعار هذه المؤتمر القمة 33 للاتحاد الإفريقي هو إسكات البنادق لتحقيق التنمية المستدامة. نحن نعلم أن الأمن والاستقرار هو الذي يأتي بالتنمية، والتنمية تحقق الأمن أيضا، وبالتالي بنجد أن هذا الشعار كان خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وكان هذا عام استثنائي، هذا العام الاستثنائي لأن كانت هناك إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات، في المجال الاقتصادي من خلال يعني بدء إنجاز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة وخاصة تجمعات الكوميسا والإياك والسادك، وكذلك يعني زي ما بنقول كده إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية. بالرغم من تواجد عدد كبير من اللغات واللهجات في إفريقيا بتصل إلى أكثر من 2600 لغة ولهجة في إفريقيا، استطاعت أن تقوم بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية. أيضا كانت جولاتها سيادتك مع ضيفك تتكلم عن جولات الرئيس في كل بلدان العالم للدعوة إلى الاستثمار
في إفريقيا، وخاصة مع يعني مجموعة العشرين ومجموعة السبع الكبار، وفي الصين وفي ألمانيا وفي روسيا وفي اليابان، مؤتمر التيكات 7، كل ذلك لدعوة إلى الاستثمار في إفريقيا. أيضا قضايا المرأة والشباب من خلال المؤتمرات والمنتديات للتأكيد على ضرورة فتح الأبواب للأجيال الجديدة. أنا بقول أنها كانت سنة مليئة بالإنجازات، وخاصة في المجال الصحي أيضا مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس سي. أنا بقول أن الشق الأهم وهو الشق الأمني، محاربة الإرهاب والتطرف، مجابهة الهجرة غير الشرعية، تصفية بؤر التوتر والصراع، وتحقيق الأمن والسلام من خلال مبادرة إسكات البنادق. إسكات البنادق يعني بيتم تسوية الصراعات اللي موجودة في المنطقة. احنا نعلم أن في يعني في يد الميليشيات، ميليشيات الإفريقية 30 مليون قطعة سلاح، بيتم جمع هذه القطع من هؤلاء. يعني نعلم أن 30 مليون قطعة سلاح في يد ميليشيات ليست في يد أفراد الأمن، وهي أكثر من ثلثي البنادق اللي موجودة مع قوات الأمن في إفريقيا. مبادرة مهمة جدا لتحقيق التنمية والاستقرار، لأن التنمية والاستقرار دول وجهان لعملة واحدة. كامل التحية لك اللواء محمد الشهوي، أنت مستشار كلية القادة والأركان، إذ كنت معنا هاتفيا من القاهرة. نعود لسؤالنا ما قبل هذا الاتصال، فكرة الثنائيات إفريقيا وكذا، إفريقيا وألمانيا، إفريقيا وغيرها من الدول، من يريد من؟ هو برضو السؤال وجيه، بس حضرتك انت هتجد ان افريقيا مع دولة ايه؟ هتلاقي دولة متقدمة جدا، يعني افريقيا مع الصين دولة متقدمة جدا، افريقيا مع المانيا دولة متقدمة، من دول العالم متقدم خاصة اقتصاديا. ده اللي بيدل ان هناك في نوع من التسابق بين الدول المتقدمة نحو الفوز برضا القارة الافريقية. ليه رضا القارة الافريقية؟ القارة الافريقية احنا عارفين لغاية الوقت ان هي قارة بكر يعني هي مصدرة للمادة الخام إلى وقتنا هذا الحقيقة، وده الحقيقة يمكن بيعكس كتير جدا من علامات الاستفهام كيف أن هناك مزيد من الصراعات والنزاعات المسلحة وأنها تكون مصدرة للمادة الخام لدول العالم المتقدم. ده طبعا علامة استفهام كبيرة جدا. فهذه الدول المتقدمة هي بتسعى نحو، تقصد بعلامة الاستفهام أن هناك من يسعى لإشعال هذه السلاح. حضرتك ضيفك الكريم اللي كان بيتكلم بيقول 30 مليون قطعة سلاح، من الذي صدر 30 مليون قطعة سلاح؟ بساطة شديدة جدا يعني أنا مش هتكلم. فده اللي بيدل أن هناك نوع من إحداث نوع من التوترات في القارة الإفريقية، خاصة في هتلاقي في المناطق اللي هي ممكن تكون مصدرة حتى للمادة الخام، عشان دول كتير تبتعد عنها، وفي نفس الوقت تضمن الدول المتقدمة أنها تظل متقدمة من خلال ثرواتها ومن خلال طبعا تحقيق تنمية عالية جدا لشعوبها. وده طبعا أنا مش بقول الحق، لكن حق أي دولة أنها تسعى نحو تحقيق تنمية مستدامة وتنمية عالية ومعدل نمو اقتصادي عالي، تقدر ان هي فعلا تحقق رضا شعبها، لكن ليس على حساب مصالح الدول الاخرى. عشان كده نجد ان الشراكات بين الدول المتقدمه اللي انت حضرتك ذكرتها زي المانيا زي الصين زي روسيا زي المتحده الامريكيه هي بتسعى نحو تحقيق المنفعه المتبادله. المنفعه المتبادله هنا هتكون تحت شعار حاجتين، مصالح مشتركة واحترام متبادل. مصالح مشتركة يعني ما ينفعش انت تاخد ما تديش، لابد ان انت تاخد وتدي. وده اللي احنا هنجد على مثال بسيط جدا، هنجد ان مثلا المانيا مع افريقيا في دولة معينة زي رواندا، واحنا يمكن عارفين ان رواندا من فترة من الفترات كانت دولة من الدول ذات الصراع المسلح على مستوى عالمي، كان هناك نوع من الاقتتال الرهيب جدا، وصل اكتر من مليون قتيل في الفترة، يمكن فترات اكتر من حوالي 15-20 سنة. دلوقتي رواندا أصبحت من أكثر دول العالم تحقيقا لمعدل النمو الاقتصادي، ده ناتج من إيه؟ ناتج من تعاونها مع ألمانيا، وبالتالي كان هناك نفع متبادل. هذا النفع كان من خلال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة تحديدا. قدرت إن رواندا إن هي تحقق اتفاقها الذاتي من الزراعة، وقدرت إن هي تجمع كل القبائل المتناحرة لأن هناك كان في مستوى معيشي مرتفع، وقدرت إن هي تحقق معدل نمو اقتصادي عالي جدا، مكن رواندا إن هي تكون من سابع أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وده ادالها احساس ان حتى ممكن احتفظت او اخذت كثير جدا من الالقاب اجمل عاصمه افريقيه كيجالي عاصمه رواندا، وقدرت ان هي فعلا تحقق كثير جدا من المعجزات اللي احنا يمكن شايفين. عشان كده المبادره ديت هي فعلا نموذج حي لان
ان فعلا اسكات البنادق هيكون ركن من اركان تحقيق التنميه المستدامه وتعزيز التنميه في دول القاره الافريقيه. وهنا بهذا النموذج وقياس فكره التعاون ما بين رواندا وما بين دوله زي المانيا، انه هل هذه الدول قادره على ان تتعامل مع افريقيا مجتمعه ولا انه التعاون بيكون في اغلبه ثنائي، خاصه وانه القوانين الجامعه للقارة الإفريقية لم تكتمل بعد، المنظومة الاقتصادية، المنظومة البنكية، حركة القوانين بصورة عامة لم تنظم أن تتعاون دولة مع كافة القارة، ولكن بتأتي في الأخير في شكل ثنائيات. هل هذه الدول هي من يعني بتستهدف دولة بعينها ويكون الغطاء هو اللقاء مع إفريقيا كاملة؟ الحقيقه يمكن هرجع لفتره 1966 عندما الحقيقه الزمت الامم المتحده الدول المتقدمه، وده طبعا كان بناء على شكوى جماعيه من دول العالم النامي اللي هي كانت بنقول عليها متخلفه او دول العالم المتخلف، لان هذه الدول الحقيقه كانت هي السبب الحقيقي نحو احتلال الدول من العالم المتقدم هذه المكانه العاليه جدا من خلال امدادها بالماده الخام ومن خلال امدادها بمصادر الثراء الفاحش اللي كانت فيها دول العالم. والامم المتحده الحقيقه اعلنت ان دول العالم المتقدم عليها ان هي تخصص 1% من الناتج المحلي الإجمالي لها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدول العالم الثالث الحقيقة. فوجدنا أن القارة الأفريقية كانت بالكامل تقريبا كانت محتلة من دول أوروبا تحديدا، وده الحقيقة يمكن كان هناك نوع من الروابط إلى الآن بين دول مش عايز أقول الاستعمار لكن هي فعلا، لكن كان هناك إلى الآن في نوع من الروابط بين مثلا إنجلترا وبعد كثير جدا من الكومنولس دول القارة الأفريقية، بين ألمانيا وكانت هناك بعض المستعمرات، بين بلجيكا ومستعمر إيطاليا نفس الشيء. فنجد كان هناك إلى الآن حتى روابط من هذا الشأن، وكل الدول ذات الحقيقة يمكن على علم كامل بكل ما يدور في هذه المناطق اللي كانت مستعمراتها القديمة. فعشان كده الحقيقة يمكن نقدر نقول ان دي كان مكن الدول ديت ان هي تجد كثير جدا من السهولة ان هي تقدر يعني تحقق التنمية للبلدان ديت. وده الحقيقة مش برضه سيستمر مش لمجرد حاجة نقدر نقول كده لله، لكن برضه عشان كان هناك على السطح ظهر مشكلة كبيرة جدا أرقت الدول المتقدمة خاصة دول أوروبا، ألا وهي الهجرة غير الشرعية. الهجرة غير الشرعية مكنت كثير جدا من الشباب الأفريقي إن هو ينزح طلبا لتحقيق طبعا سبل الحياة الكريمة، وإن هو برضو بقى فيه نوع من الثراء وبحث عن فرص عمل، فاتجه نحو دول القارة الأوروبية. عشان كده الدول القارة الأوروبية الحقيقة يمكن اجتمعت وكان هناك بعض الحكماء قالوا طب ما نحاول إن احنا نمد دول القارة الأفريقية بكثير من التكنولوجيا ونقدر إن احنا ننميهم المنفعة، وبالتالي عشان تحد من هذه الظاهرة اللي الحقيقة يمكن اجتوت بنا نرى. تقبل تحياتي يا دكتور علاء رزق، وانت رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه، سعدت بهذا اللقاء. سعيد بجدنا استاذ، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، لنعود بعد هذه القراءه الموجزه ومن بعدها وقفه حواريه اخرى، ارجو ان تبقوا معنا.